Bacaan Bilal Salat Gerhana Matahari Bacaan Adhan Sebelum solat. As Salat Assalam 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 Tulikusufi Shams Jami'ah Rahimakumullah Kemudian Sama-sama menunaikan solat gerhana matahari secara berjamaah. seusai solat, bersiap-siaplah khutib untuk naik mimbar dan bacaan bilal sebelum khutib naik mimbar adalah Yang kau iman, Yang kau iman. يا قائما بصعود الخطيب على المنبر رحمكم الله ويا معاشر المسلمين وزمره المؤمنين رحمكم الله اذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا شيء له انصتوا واسمعوا واطيعوا جميعا رحمكم الله خطب Naik mimbar, mengucapkan salam, kemudian duduk. Bacaan Bilal sesudah khotib, ucap salam, lalu duduk sebelum memulai khutbah adalah sebagai berikut. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعديم سلطانك اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آل سيدنا محمد صلاه تلبسنا بها لباس التقوى وتطهرنا بها من الشكوى والدعوى وتكف بها عنا الاسوى والبلوى وتلطف بنا ببركتها في السر والنجوى اللهم قوي الاسلام والمسلمين. ويسرنا واياهم على اقامه الدين، اللهم ارحمنا والطف واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم إنا في قبلتك حيث حيثما كنا وأينما كنا فاجعلنا في رحمتك حيثما كنا وأينما كنا يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف ونهدر وصلى الله على سيدنا محمد من أمي وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi alamin. Kemudian bacaan Bilal ketika khatib duduk di antara dua khutbah adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Demikian semoga bermanfaat Bacaan ini disusun oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani.